بسبب عمل الإدرة الخلدية مكون من الدجاج أو اللحمة. هذه الشغلة أخذناها عن الآباء والأجداد، يعني أنا اللي بشتغل فيها 30 سنة، فهمت علي؟ والحمد لله رب العالمين، أكل شعبية وحلوة، اللي بدوق منها بعد بيرجع إلها، اللي بياكل من الصينية بيرجع للطعم، اللي بياكل من الطعمية بيرجع للصينية. اشتغلنا إحنا قبل تقريباً 80 سنة عن سيدي، بعدين إجا أبي، بعدين جيت أنا. الحرم البلدة القديمة إنها محل غير، والحمد لله رب العالمين اشتغلنا فيها شغل كويس. والشغل على الحطب زي ما انت شايف، الشغل على الحطب ما عندنا بيشتغل الحطب الا زي العتاد ضرب سنين، يعني فهمت علي؟ اليوم كله على الغازات بيشتغلوا، هنا بنشتغل على الحطب. القدره الخليجيه الشعبيه طول عمرها لها يعني حوالي 150 سنه تقريبا، ما حدا بيشتغل زيها ولا حدا بيطلع فيه يسوي زيها. والحمد لله رب العالمين الاقبال السنه في رمضان شيء مش طبيعي، يعني احسن ممتاز واحسن ممتاز. بس في الخليل تعال جرب انت سوي كعك القدس وما بيزبطش، سوي قدره خليه في الخليه في القدس ما بيزبط. خلص سبحان الله، هون نفسها، هون ارضها، هون حضرتها، احسن اكل بتطلع بس في الخليل. يعني انا اكلتها في عمان، واكلتها في القدس، واكلتها في رام الله، هون ما بتطلع الا في الخليل. سبحان الله، النفس بس في الخليل. مكوناتها دجاج مع رز، يشتي مع 2 كيلو رز، مع السمنة البلدية، مع معلتين مالح، مع 2 كيلو رز. بس هذه مكوناتها، أو 2 كيلو لحمة مع 2 كيلو رز. هذه مكوناتها. يعني شغلة بسيطة جدا، بس سبحان الله الناس مقبلة عليها جدا. هي أولادي عندك بيشتغلوا، هي أولادي بيشتغلوا، هي واحد، هي اثنين أولادي بيشتغلوا، فهمت علي؟ وهم راح يودوها لأبنائهم. هذه شغلتنا، وهذه حضرتنا، وهذا الحمد لله رب العالمين. ما نقدر نستغنى عن شيء هذا، لا احنا ولا اهل الخليج. له اهميه فرن الحطب، هذه نفس الحطب ما في حدا بيسوي زيها. فهمت علي؟ سبحان الله، الحطب الزيتون، الحطب البلوط، وانظف شغل للقدره الخليجيه، شغل متعب، الشغل بيبدا من الساعه 6 الصبح، 7 الصبح، 6 الصبح، نسلق، تسلق اللحم، تسلق الدجاج، بيجيك قبلها بيوم طبعا. بيجيك اللحم والدجاج، الناس كل واحد بيجي بيسجل اسمه، بيجيب لحمته بنحطها في الثلاجه. وثاني يوم الصبح الساعه 7 بنطيح بنسلق، وبعد العصر بنحط الرز. بعد العصر عشان تطلع قدرة سخنة، وبيجي هو براحته الساعة 6:30 بياخذها عشان الأزمة، ما فيش غشيم. الأزمة بيجي بياخذها وبضربها، بيتعجرها بعد فترة بنرجع لك إياها. فهمت علي؟ هذا الشغل يعني إن عليه إحنا إيتم من زمان هيك. بيجيب قدرة قبلها بيوم. يعني بنشتغل من 80 ل 90 قدرة تقريباً. 80 90 بعض مرات 100 مرات بفيض، بس إحنا ما بنقدرش نشتغل، إحنا بنشتغل عادنا. يعني مش رقبنا، بيشتغل من طاقته، بيقدرش خلص بخرب، بيشتغل براحته لزباينه. اللي بيجيب قبلها بيوم بنشتغل له، اللي بيجيب يوم في رمضان بيجيب الصبح صعب تشتغل له.